مساء الخير، انا دكتور هبه حسن، استاذ مساعد اشعه تشخيصيه جامعه اسكندريه. التخصص بتاعي وومنز ايميدجينج او تصوير امراض السيدات، بمعنى whatever is related to the breast and the pelvis. اشتغل ماموجرام، الترا ساوند، وام ار اي اوف ذا بريست. اشتغل الترا ساوند اند ام ار اي اوف ذا بلفس. بالنسبه للماموجرام والالترا ساوند والام ار اوف ذا بريست، اي ثينك ان دي از ان افري داي سيرفيس بتتقدم. دلوقتي السيدات كتير قوي بيبقى عندهم بريست ليجنز، مش لازم يبقوا مالجننت ليجنز، بس they have to go and check. بنبتدي بالماموجرام والالترا ساوند، دول ذا افري داي يوزد techniques. They are a little bit cheaper than an MR وموجودين وبيحلوا more than 80% of the lesions. ال 20% اللي فاضلين دول اللي احنا ساعات بنريفيرت ليهم ل MRI قبل ما ناخد بايوبسي. يعني زي مثلا حضراتكم لو جراحين وعايزين، اكتشفنا ان عندنا فيميل عندها سوليتري بريست ماس، والماس دي اتاخد منها بايوبسي وطلعت ان هي مالجنن، وعايزين نتاكد ان مفيش مالتي سنتريستي او مالتي فوكاليتي في البريست، فوي دو ان ام ار اي مابينج عشان اكسكلود ده، اور نكونفيرم ان هي شيز انفورشنت اند عندها مالتي سنتريك بريست ليجنز. وده بيغير معاكم تماما الميثود اوف ابروتش اوف سيرجري، او ميبي شيز جونا جو فيرست فور نيو ادجوانت ثيرابي اند ذن سيرجري. من ضمن الحاجات الثانيه ان احنا لو عندنا اوريدي فيميل قررت ان هي تاخد نيو ادجوانت ثيرابي وعايزين نشوف if she's responding to the therapy or not، برضه ممكن نعمل MRI to follow up the case ونشوف هل ال breast lesion دي بت involute بت regress ولا stable ولا even بت progress. لو شفتت بقى بالنسبة لل pelvis، بنشتغل في ال pelvis كل حاجة من أول ال pregnancy طبعا ومعاها ال congenital anomaly scan بال MR لحد ال everyday pelvic lesions، benign lesions زي الاندوميتريوزس او المالجننت lesions زي الاوفيريان كارسينومز والاندوكراين سوري الاندوميتريال كانسرز اند سيرفايكال كانسرز. سيرفايكال كانسر اندوميتريال كانسرز ار مينلي ستيج باي ام ار اي، توتالي باي ام ار اي. مش كده، احنا دايما بنقول يستحسن ان احنا لو شكينا في حاجه بالسونار نجو دايركتلي فور ان ام ار. احنا ما بنعملش السي تي غير لو بنعمل staging for distant organs، لكن مش primary staging of the disease itself. لحد دلوقتي maybe ovarian cancer هو اللي بيبقى staged بال CT، لكن الاندوميتريوز and cervical بيبقى بال MR. بطانة الرحم المهاجرة أو الاندوميتريوزس دي من الحاجات اللي احنا بقينا نشوفها كتير قوي، maybe كمان after the era of MR بقينا نقدر نسبوت مش بس السيستيك هيوج اندوميتيومس، لا احنا بنسبوت الديب pelvic endometriotic patches. ويمكن دي مهمة لأن حالات كتيرة قوي بتبقى ساعات معهاش سيستيك اندوميتيومز وجاية بديب بلفيك اندوميتيوتيك باتشز، بس تعمل الالترا ساوند بيبقى مور اور ليس ان ريماركبل، ذو البيشنت هاز سيفير بين وشي سيمتوماتايزنج، فبنضطر ساعتها ان احنا نعمل ام ار، وبالام ار نقدر نلقط الليجنز دي اند ذن وير جونا جو ليتر اون فور لابراسكوبي فور تريتمنت اوف ذيس ليجنز. لان المشكله ان يو كان جو دايركتلي فور لابراسكوبي، however في hidden areas للابراسكوبيك فيو احنا بنسميها blind spots للابراسكوبي نقدر نشوفها اكتر بالام ار، زي الريكتوفاجينال سابتم مثلا او floor of the Douglas pouch. And thank you.